بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتورة حورية عبد الوهاب، عميدة المعهد الفني الصحي بالمنصورة، دكتورة صحة عامة ودبلوم أطفال. هنتكلم مع بعض عن مادة إبيديميولوجي دروان. موضوعنا Basic Epidemiological Concept. بنقول إبيديميولوجي as a term، نحاول نفسره كده ونعرفه مع بعض. إن لو خدناه كترم هنقوله متكون من ثلاث أجزاء: مقطع إبي وده معناه أبون، مقطع ديموس يساوي بيبول، وأولوجي كلنا عارفين هو ساينس. يبقى معنى كده لو حبينا نعرفه كترم هنقول the science of what happens to people. نشوف كده بقى الإبيديميولوجي كديفينيشن، نقول it is the study، طالما ان احنا اتفقنا انه science يبقى ده بيدرس health in populations to understand the causes and pattern of health and illness، علشان اعرف اسباب وانماط الامراض، طبيعتها، ايه اللي بيسببها، ايه بتزيد امتى، بتقل امتى. طيب وانا لما اعرف الكلام ده كله، طب ايه اللي هستفيده؟ فجالنا recent definition بيقول the study of distribution and determinants of health related states or events in specified populations and the application of this study. يبقى انا بدرس ال distribution و determinants وهنشوف معناهم ايه وايه العوامل اللي بتأثر فيهم لأي health related states، اي حالة متعلقة بالصحة في population معينة سكان، واعمل application يعني اطبق الدراسة اللي انا عملتها دي علشان اعمل ايه، علشان to control health problems، عشان اعمل control على health problem. يبقى ده الهدف الاساسي. فلما نيجي نشوف الديستريبيوشن والديترمينانس دي ايه، بنقول ان الديستريبيوشن اوف اني ديزيز، توزيع اي مرض او هيلث بروبلم. ليه دايما بقول ديزيز اور هيلث بروبلم؟ هو في ناس عندها مفهوم خاطئ عن الوبائيات ان هي جمع وباء، يعني ان هي بتدرس الاوبئه. لا، هي بتدرس جميع الامراض، كوميونيكابل اور نون كوميونيكابل اور هيلث بروبلم، وهنشوف. فبنقول ان distribution of any disease or health problem is dependent on studying ايه بقى، تلات حاجات مهمين قوي، ودي بتعمل لي تريانجل معروف جدا عندنا في البابليك هيلث اسمه person place time. تلات محاور رئيسية هي اللي بتأثر في distribution، يعني لما ادرس توزيع مرض معين هشوف توزيعه على مين، البيرسون اللي affected by the disease او الهيلث problem دي، مكانه فين وفي اي سنة من السنين. نيجي نشوف بعد كده الديترمينانت، مؤشرات of any disease او العوامل اللي بتأثر في حدوث اي مرض او health problem is dependent on studying the characteristics of cause, host and environment. ثلاث حاجات رئيسية: سبب المرض، الشخص اللي بيصاب بالمرض ده او معرض للإصابة، والانفايرمنت عوامل البيئة او البيئة اللي بينتقل فيها المرض ده. These are called the epidemiological triad. يبقى الepidemiological triad اللي هو cause, host and environment. يجي نشوف كلمتين برضو كده، ان الepidemiology is the basic science and practice of public health. هو اساس الساينس، علم، من الناحية العلمية والناحية العملية للpublic health. The community physician، طبيب صحة المجتمع، is a practitioner who focuses on public health within the population. هو اللي بيمارس عمله كطبيب بيركز على public health within the population، بيركز على صحة المجتمع للسكان. فنيجي نشوف كده comparison between medical doctor and public health doctor. medical doctor اللي هو الدكتور العلاجي او الطبيب العلاجي اللي بيعالج المريض، والpublic health doctor اللي هو طبيب الوقاية. فنشوف الobjectives بتاعت كل واحد فيهم. الميديكال دكتور طبعا تركيزه كله على البيشنت كيور، هو هدفه الرأي patient كيور. اما الpublic health دكتور فبيركز على disease prevention، يبقى ده عايز للعيان يخف، انما ده بيشتغل على منع
أو الوقاية من الأمراض. concerned about يعني بيهتم بإيه؟ بhealth of an individual، شخص واحد. إنما public health doctor group health، بياخد مجموعة من الناس. الانفورميشن بتاعت الميديكال دكتور بياخدها من مين؟ بياخدها من البيشنت نفسه، وياخد الهيستوري بتاعه يعني بيشنت هيستوري. انما الانفورميشن للبابليك هيلث دكتور من الموربيديتي مورتاليتي ريليتد فاكتورز، او اللي هي الفايتال ستاتستكس، او الفاكتورز الافكتنج موربيديتي اللي هو ديزيز والمورتاليتي اللي هي الديس. الميديكال دكتور يعمل اكزامينيشن لمين؟ للبيشنت. انما الببليك هيلث دكتور للبوبوليشن. نيجي نشوف الانفستيجيشن، الميديكال دكتور يعمل لابوراتوري تيست واكس راي وحاجات تانية كتير. كل اي لابوراتوري تيست واي انفستيجيشن نحتاجها للمريض بتتعمل لمريض واحد. انما بالنسبة للبوبوليشن بنعمل لهم سكرينينج تيست، زي مثلا حملة 100 مليون صحة كنا بنعمل سكرينينج تيست ليه؟ علشان اكشف عن المصابين بفيروس سي. فبعمل تحليل لكل الناس، بعمل لعدد كبير جدا من الناس علشان اطلع مصابين. الدكتور يعمل تريتمنت ازاي؟ إليمينيت ذا ديزيز، يعني بيقضي على المرض في البيشنت. انما الببليك هيلث دكتور يعمل بريفنشن اند كنترول ميجرز، وقايه وتحكم في المرض. نيجي نشوف جود اند باد هيلث اند ديزيز كونديشنز دي عباره عن ايه. هنقول ديفينيشن اوف هيلث، طالما قلنا ان الابيديميولوجي ده اساسا بيهتم بالهيلث، نعرف يعني ايه هيلث ونحكم على الشخص ده ديزيز ولا لا ازاي. فبنقول definition of health، definition اللي عمل WHO منظمة الصحة العالمية، بيقول is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease. كان متعرف زمان يقولوا اللي يحكم على الإنسان ده healthy ولا diseased إنه هو في absence of disease. لا، قال دلوقتي حديثا إنه هو إنها state of complete physical، يعني مرض بدني زي ضغط السكر، أمراض في الكلى، أمراض في الكبد، أي حاجة من دي تعتبر physical بدنية، mental عقلي وsocial اجتماعي. فنيجي نشوف هنا، طيب أحكم على الgood health من التلات نواحي دول إزاي عشان أعرف إذا كان في disease ولا لأ. فبنقول الفيزيكال والبين او من ناحية البدنية يبقى عنده جود ستراكشر، والستراكشر هنا مقصود بالاناتومي فانكشن اللي هو الفيسيولوجي، يعني ما عندوش مشكلة في الستراكشر ولا اي وظائف اي حاجة من الاورجانز. مال المينتال والبينج، سايكولوجيكال بالانس اند جود مود، يعني متزن نفسيا والمزاج بتاعه كويس. سوشيال والبينج يعني من الناحية الاجتماعية بيتفاعل والأدابتد، يتكيف to the traditions تقاليد of a community and able to interact with other people within it، يتفاعل مع الناس. نيجي نشوف بقى الابيديميولوجي is concerned about distribution and determinants of communicable disease, non-communicable disease. The process of health problem occurrence is as follows. هنشوف بقى ازاي الهيلث بروبلم او الديزيز ايه اللي بيحصل. اول حاجه ان الانسان بيبقى اكسبوزد تو ذا كوز. فور اكزامبل في الكوميونيكابل ديزيز هوست اكسبوزد تو انفلونزا فيروس، هنا هو ده الكوز. اما الانسان ده يكون سسبتبل يعني قابل للعدوى او للمرض، فالنتيجه لاك اوف immunity leads to infection، المناعة عنده قليلة فيحصل له infection. طب لو كان resistant immunity prevents infection. طب لو شفنا المثال على radiation كواحد من non-communicable disease، susceptible هنا اللي هو exposed to high dose of radiation to cancer and other health problem، تعرض لradioactive material فترة طويلة يبقى ممكن يحصل له كانسر. امال الريزيستنت ايه؟ اللي هو avoiding exposure and limiting duration of exposure prevent health problem. يبقى ال exposed long time و high dose يبقى susceptible،
resistant اللي هو avoiding exposure. ناخد بقى مثال لل additional health problem، لا هو communicable ولا non communicable، لا ده اسمه health problem. مثال ل broken stairs اللي هي السلالم المتكسرة، susceptible هيبقى مين بقى اللي او ايه سببها؟ carelessness اللي هو الاهمال، or poor lighting اضاءة غير كافية، on staircase على السلالم expose a person to falling and possibly breaking a bone، ممكن تعرضوا للسقوط يقع ويحصل له مثلا كسر في العظام bone fracture. ومال resistant مين بقى؟ لما يكون person careful and staircase is well مش مكسرة، accident are unlikely، يبقى دلوقتي مش هيبقى فيه accident. افضل اكسبوجر بقى، يبقى دلوقتي احنا درسنا الحاجات اللي ممكن يبقى اكسبوز ليها الهوست. ايه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ هتبتدي symptoms and signs بتاعه disease may appear لو disease occurred او not appear لو هي subclinical او ما حصلش disease. the time lapse may be measured in الوقت اللي بينقضي او بيعدي بين الاكسبوجر والاصابه اللي هي الافتر اكسبوجر. في حالات زي الفيروس اكسبوجر زي الانفلونزا فيروس مثلا ممكن تاخد لها اورز اور دايز، ودي بنسميها انكيوبيشن بيريود، ودي بتبقى موجوده في امراض الانفكشوس بيبقى في انكيوبيشن بيريود من وقت الاصابه، بنعرفها بكده من وقت الاصابه لظهور الاعراض. طيب ممكن برضو التايم لابس ده يكون مانس اور ييرز in case of radioactive material exposure. طبعا اللي بيبقى exposed radioactive material ده بيبقى بياخد له وقت طويل نسبيا، ممكن يوصل لسنين على ما تظهر عليه اعراض. ممكن بقى تاخد a few moments بس لما تكون حاله accident، واحد وقع من على السلالم زي ما قلنا broken stairs، تديها few moments، او car accident اي حاجه. يبقى احنا دلوقتي عندنا في اول حاجه خدنا الاكسبوجر، بعد افتر اكسبوجر، وبعدين ناخد بروبر هيلث مانجمنت. طبيعي الواحد بعد ما بيتعرض للمرض بيتعمل له هيلث مانجمنت، بنتعامل مع المرض ده، نعمل له دايجنوزس وندي له تريتمنت. والنتيجه والتايمينج اوف ذي ستيبس برضو فاري، يعني ممكن واحد يتعب يمرض وياخد يتعمل له الدايجنوزس يتشخص وبعدين ياخد التريتمنت يتعالج في وقت قصير، وممكن واحد يقعد يلف على الدكاتره فترة طويلة على ما يتشخص ويتعالج وهكذا. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيجيني بقى outcome او recovery او this. يعني ايه؟ يعني النتيجة النهائية ان يا العيان يا بيلف recovery يا بيموت this. طب في حاجة منهم؟ ممكن يحصل permanent damage، زي واحد مثلا اخد drugs اثرت على الكلى فعملت له اكتفي الرينال فانكشن او الليفر فانكشن، او حصل له هانديكاب، حصل له باراليسيس بلايندنس ديفنس اي حاجه من دي. طيب لو جينا بقى نشوف اللي احنا بنقوله ده الاربع مراحل اللي قلناها بالرسم كده الموضح ده، فهنلاقي هنا جايب لي ثلاث انواع من الكوزيتيف ايجنتس من الكوز اوف ديزيز. اول واحد كوزيتيف ايجنت بيعتبره مايكروب يعني عشان يعمل لي انفكشن، الاكسيدنت كمثال لهيرث بروبلم، وهازارد ماتيريال كمثال لنون كوميونيكابل ديزيز. اي حاجه من دول ككوز اثر على الهوست، الهوست ده اما انه هو ريزيستنت فهيديني نون ديزيز وده شكل انه هو تغلب على المرض يبقى هيلسي، او انه هو سسبتبل وحصل له ديزيز او سب كلينيكال ديزيز، فبنقول ان هو ممكن يا نعمل له بروبر مانجمنت ويخف، يا اما ان هو ويتحول لهيلسي او يبقى هانديكابد او يحصل له ديس. اذا ممكن نلخص الناتشورال هيستوري اوف ديزيز اور هيلث بروبلم لاربع مراحل. المرحله الاولى نو ديزيز، لسه ما حصلش اصابه، وبعدين الثانيه بري كلينيكال فيز اللي هي بدأ من البيولوجيكال اونست اوف ديزيز، حصلت الاصابه بس لسه ما ظهرش اعراض، لان الفيز اللي بعدها هي بقى الكلينيكال فيز اللي هيظهر فيها الاعراض. سيمبتومز اللي هي شكوى المريض انديفيديوال فيلينج احساسه، يعني هو ممكن يشتكي مثلا من صداع هيدك، لكن الساينز هي اللي بشوفها بعيني، اعمل له مثلا اسلو الضغط، الاقي ضغطه عالي هو ده سبب الصداع،
يبقى السيمتومز شكوى المريض، انما الساينز الفيزيشن بيشوفها بعينه او بيعملها دايجنوزس. وكمان ممكن اعمل له تريتمنت، يبقى الكلينيكال فيز دي اللي بتشمل سيمتومز وساينز وتريتمنت. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الاوت كام فيز بقى، اللي هي يا كومبليت ريكفري يا ديس، يا اما ريكفري ويز ريمينينج باثولوجي اور هانديكاب زي ما اتفقنا. فنيجي هنا خاص في التابل اللي قدامنا دي او الدايجرام، ونقول ان في مرحلتين اساسيتين، هو بيفور ديزيز وافتر ديزيز. نرجع نقسمهم لاربع مراحل، اللي هي نو ديزيز، ثم بيولوجيكال اونست اوف ذا ديزيز، وبعد المرحله بتاعت من البيولوجيكال اونست للسيمتومز دي اللي بسميها البري كلينيكال فيز، وبعدين من السيمتومز لحد ما اعمل للعيان دايجنوزز وثيرابي لحد ما يبقى يخف او يموت او يحصل له ديسابيليتي، دي اللي بسميها كلينيكال فيز. يبقى انا عندي نو ديزيز، بري كلينيكال فيز، وكلينيكال فيز اند كلينيكال اوتكم. والسلام عليكم ورحمه الله. وبكده نبقى خلصنا محاضره النهارده.